المنتجين عادة بيتعرضوا في مزارعهم أو في مشاتلهم أو في الصور بتاعتهم للإصابة ببعض الحشرات، ببعض الحشرات الخطيرة التي كانت تسبب في موت النبات، تصل إلى حد موت النبات. من أشهر الحشرات التي تسبب موت النباتات بصفة عامة هو المن. المن دون العوائل بتاعته كتيرة جدا. بمعنى إيه العوائل؟ بمعنى النباتات التي يصيبها المن. المن ده خطورته إنه هو لو إنه حشرة هشة جدا وضعيفة جدا، إلا إنه بيصيب أجزاء كبيرة من النبات، تبدأ من الورقة والساق والأوراق. حشرة المن دي بتصيب معظم نباتات الزينة الخارجية أو الداخلية أو نباتات زهور القصر. خطورتها أنها بتمتص العصارة النباتية من داخل النبات، ويخرج العصارة النباتية فتعمل فوق على الورقة ندوة اسمها الندوة العسلية. نسبة السكريات دي بتبقى فيها عالية جدا، فتبقى عبارة عن إيه؟ بيئة صالحة لنمو الفطريات والفيروسات. دي من ضمن الحاجات. الحشرة نفسها إنها بتمص العصارة النباتية، فبيبقى النبات ضعيف. ما دام هي بتمص العصارة النباتية تستفيد منه، النبات بيبقى ضعيف ويتحول لونه. أولا بتبقى الورقة، تبتدي الورقة تلف يعني تنحني الورقة، وبعدين تصفر، وبعدين توصل للون البني، وبعدين تسقط. لما في سقوط النباتات دي الأوراق الجديدة اللي خارجة بتبقى ليها تشوهات، وتبقى أصغر في الحجم. وفي الأعداد الكبيرة جدا من الحشرة بتسبب هجوم للفروع وتسبب موت النباتات. وإذا كانت هذه النباتات بتدي زهرة، الندوة العسلية دي بتهاجم الزهرة دي، بتمنع خروج الزهرة من البرعم الزهري. دي نمرة واحد. وساعات بتوصل إنها بتسقط البرعم الزهري نفسه، وبتكون الندوة العسلية دي عبارة عن بتسبب الأتربة والغبار، إنه بيترسب على النبات نفسه، وبيبدأ النبات يضعف ويهزل ويموت. ده بالنسبة للمن. والمن خطورته إن ليه 45 جيل، يقترب من 45 جيل على مدار السنة، يعني ممكن الإصابة بتاعته توجد طول السنة، ما عدا في الأوقات الحر جدا في شهر يوليو دوًا بتقل فيها الإصابة، أو في درجات الحرارة المنخفضة، بيبقى في شهر يناير وفبراير. طول السنة موجود المن ده، والخطورة كلها بتبقى في الحريات لأنها بتبقى عايزة تنمو بسرعة وتكون حشرة كاملة، فبترسل خرطومها وتاخد العصارة النباتية اللي بيتغذى عليها النبات، وبيدي الشكل واللون للنبات. فإما يظهر النبات بيبقى لونه مشوه، شكله بيبقى باين جدا، وجود الندوة العسلية، وكمان وجود الحريات أو الحشرة الكاملة على النبات، دلالة أكيدة إن وجود هذه الحشرة. رغم أنها ضعيفة ومقاومتها سهلة جدا، إلا أن كترها هي اللي بتسبب موت النباتات. وإحنا بنقول نبات زينة معناه إيه؟ معناه شكل حلو، يا إما زهرة حلوة ليها لون، يا إما ريحة حلوة. ده نبات الزينة. لما يجي الحشرة دي تشوه لي شكل الورقة، يبقى خلاص هذا النبات ما يعتبرش نبات زينة، يعتبر نبات مشوه مريض. يا إما الزهرة ما تخرجش، يبقى خلاص ده نبات غير مزهر، يبقى ده نبات دون يترفض كنبات زينة. بالنسبة للنباتات اللي هي زهور القطر، النباتات دي لما تيجي تتصدر، أولا هي مش هتتصدر، ليه؟ مواصفاتها النباتية لازم دي يكون ليها مواصفات معينة عشان التصدير، عشان تجيب لنا عملة صعبة. فيعتبر المن ده من الحشرات الضعيفة جدا الهزيلة جدا، بتسبب أضرار خطيرة جدا. عشان احنا بس بصفة عامة، وان حاجة بتغفل على المزارعين، اللي ممكن يتصرف بحيث من الأصل خالص ان الحشرات دي ما تجيش. الأرض اللي هيعملها حضرتك مشتل، أو اللي هيعملها صوبة، المنطقة المحيطة حواليها يبص لها، إذا كان فيها حشائش، موجود فيها حشائش وموجود فيها نباتات غريبة وبتاع، لابد من إزالة هذه الحشائش إزالة تامة، والأرض تصبح أرض لا توجد بها أي إصابة حشرية. لأن أي إصابة حشرية ولو بسيطة جدا، إن حشرة المن بتنتج من 20 ل 30 بيضة، 20 ل 30 بيضة في الأعداد الكبيرة دي ممكن تسبب أضرار خطيرة. نمرة واحد. بالنسبة للصوبة، المنطقة المحيطة بالصوبة إذا كانت نباتات داخلية، المنطقة المحيطة بالصوبة لابد من خلوها من الأمراض. دي نمرة واحد.
نمرة 2 الفحص الدائم للنباتات سواء داخلية أو خارجية عند ظهور أي إصابة فيها لابد من مقاومتها. الطرق المقاومة اللي احنا هنقولها بعد كده هنبقى نتكلم فيها. في حاجة مهمة جدا وجد في الأبحاث اللي موجودة إن نسبة التسميد زيادة معدلات التسميد بتاعنا بالنسبة للنيتروجين بتسبب زيادة في أعداد الحشرات، وعلشان كده لابد استخدام المعدلات التسميد الموصى بها حتى لا تزداد الإصابة بهذه الحشرة. مقاومة الحشرة إذا كانت الأعداد بسيطة، إذا كانت أعداد الحشرات دي موجودة بسيطة صغيرة أعداد قليلة على النبات مقاومتها سهلة جدا، اللي هو عند استخدام المية يزود سرعة اندفاع المية على النبات، فالحشرات دي بتطير وتبعد، ما بتطيرش هي الحشرات، الحشرات دي بتموت. وجود بعض الحشرات المفترسات دي بتعمل ايه؟ بتتغذى على الحشرة والحورية، من اشهرها معروف اللي هو الليدي بيتلز دي اللي هي حشرة ابو العيد، من الحشرات اللي هي بتتغذى على المن. وفي بعض التركيبات اللي موجودة دلوقتي في المقاومة الحيوية بيستخدموا بعض الفطريات وبعض انواع البكتيريا. اما اذا كانت الاصابه بقى الاصابه خطيره والاصابه الاعداد البوبليشن عالي جدا اللي موجود فيها، فبيبتدوا يعملوا استخدام بعض المبيدات سواء المبيدات اللي هي المصنعه او بعض الزيوت اللي هي برضو في صوره مبيدات بس في حاجات طبيعيه. من اشهر المبيدات اللي هي بتستخدم بصوره طبيعيه البيروسرويدز، مجموعه البيروسرويدز ومجموعه اللي هي مستخلص النيم، ده بنستخدمه بتركيزات معقوله بيتخلص من المن. بعض الزيوت الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها من اشهر الزيوت اللي المزارع بيستخدمها بصوره دايما عنده عشان تلميع الزرع، زيت الفلك ده بيستخدموه، ده برضه من الحشرات من المواد اللي بتؤدي للقضاء على المن. في حالة الإصابة العالية قوي بالمن هو مجرد استخدام المبيدات اللي الموصى عليها من وزارة الزراعة، ده بيؤدي إلى 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 موت المن والحفاظ على النباتات. حتى الأوراق اللي طالعة جديدة بتبقى ورقة بتلمع ورقة بيضاء.